إسرائيل لسه متأسسة بقالها كام سنة، القرآن نزل من كام سنة. بني إسرائيل ليسوا اليهود، كل من هو موجود في إسرائيل صهيوني. جيش الدفاع الإسرائيلي في بعض العرب والمسلمين. شكرا على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. النهاردة منورنا في إنديب الشيخ عبد الأزهري، نعرف تفاصيل أكتر ومعلومات أكتر عن ديننا الإسلامي وحكمه عن بني إسرائيل وحكم الدولة الإسرائيلية والعدوان الصهيوني اللي بيحصل في الوقت الحالي عند أشقائنا وأهالينا في فلسطين. مساء الخير يا شيخ. أهلا معلم، زي حضرتك. الله يكرمك، منورنا يا فندم. الله ينور قلبك. في الوقت الحالي كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية في مصطلحات وتفسير خاطئ للدين الإسلامي بيحصل من العدو الصهيوني عن ما ذكر في القرآن عن إسرائيل وبني إسرائيل. وجود حضرتك النهاردة ياريت بشكل كبير توضح لنا ما ذكر عن إسرائيل وبني إسرائيل والمفاهيم الخاطئة اللي بتصدر في الوقت الحالي عن بني إسرائيل، اللي يمكن البعض منا ما بقاش فاهم المعلومة بتتقال إزاي. هو طبعا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في القرآن عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هسألك أول سؤال. جميل. من هم بني إسرائيل؟ بني إسرائيل ليسوا اليهود، علشان الناس بس يعني بتخلط، يقولك طب ما ربنا قال هوت عنهم إن هم شعب الله المختار، وهم بيقولوا إن هم شعب الله المختار. إطلاقا هذا ليس صحيحا إطلاقا، لأن بني إسرائيل، إسرائيل هو سيدنا يعقوب، وبني إسرائيل هم أبناء يعقوب الاثناشر، منهم سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف كان أول تواجد لبني إسرائيل في مصر. يبقى بني إسرائيل ليسوا اليهود. دي يعني بعض الناس لما بيقرأ القرآن يقولك طب ما ربنا اتكلم عن إسرائيل، مفيش ذكر لدولة إسرائيل في القرآن، ولكن في ذكر لعلو اليهود في سورة الإسراء. إنما كإسرائيل الحالية ذكرها في القرآن هذا ليس صحيحا إطلاقا، وهو فهم خاطئ للقرآن. ويمكن بنشوف بعض التصريحات للإعلام الإسرائيلي وهو بيتكلم بقى أن اقرأوا القرآن، فبعض الناس اللي غير فاهمين واللي ما بيقرأوش بيظنوا أنه هو بيتكلم عن إسرائيل الحالية، إن بني إسرائيل هم إسرائيل، هم إسرائيل، وده مش صحيح. وده مش صحيح، لأن إسرائيل لسه متأسسة بقالها كام سنة، القرآن نزل من كام سنة، يعني فين إسرائيل في 1400 سنة فاتوا؟ فهذا ليس صحيحا إطلاقا. يعني ما الفرق ما بين اليهودي والصهيوني؟ كل من هو موجود في إسرائيل صهيوني، إنما اليهود ديانة، وفي بعض اليهود معادين لفكرة تجمع اليهود في فلسطين مرة تانية، لأن دي علامة من علامات هلاك اليهود. فلذلك الصهيونية ليست مقتصرة على اليهود، هي حركة عالمية ممكن يكون فيها نصارى، ممكن يكون فيها مسلمين، بتخدم فكرة معينة وهي قيام دولة إسرائيل. يعني الصهيونية ممكن يكون فيها مسلمين كمان داعمين للفكر ده؟ طبعا في جيش الدفاع الإسرائيلي في بعض للأسف يعني في بعض العرب والمسلمين. بعض اليهود رافضين التجمع مرة أخرى في إسرائيل وشايفين التجمع ده هيكون نهايتهم، والبعض الآخر شايف أن التجمع ده هو أساس سمو علو إسرائيل وتحكم العالم ككل. حكم الفكر ده في الدين الإسلامي؟ أولا هم عندهم نبوءات كتيرة متحرفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن تقوم الساعة، ده حديث صحيح، حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنها من أشجار اليهود. لذلك من العجيب بقى ان هم بيكثروا من زراعة شجر الغرقد. هم مؤمنين ان الاسلام هو دين الحق. يمكن حصلت مواقف كتير قبل كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني اسرائيل، لما راح عند بني النضير وارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد منهم اسمه سلام بن مشكم سيد زعيم، قال: يا معشر يهود لا تفعلوا، تعملوش اللي انتوا اتفقتوا عليه، فإنكم إن عزمتم على ذلك أخبره ربه. لو أنتوا هتروحوا تعملوا كده، يعني أخبره ربه؟ يعني هو بيجيله الوحي، يعني هو رسول، يعني هم موقنين إن هو رسول. ولذلك حيي بن أخطب زعيم بني النضير لما شاف الرسول جاي المدينة، فأخوه بيسأله: أهو هو؟
هو ده اللي موصوف عندنا في التوراة ان هو نبي اخر الزمان، لان هم كانوا بيعتقدوا انه هيكون من بني اسرائيل. قال هو هو. قال اتعرفه وتثبته؟ انت متأكد؟ قال اعرفه واثبته. قال وماذا اعددت له؟ قال عداوته ما بقيت. يعني مش يقول انا عرفته متأكد ان هو رسول، الطبيعي لانسان مؤمن عنده عقيدة ان انا اعمل ايه؟ اتبعه، ابقى مؤمن به. فرد عليه رد يعني يدل على كيف يفكر اليهود الان، يعرفون الحق وينكرون الحق.